السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لإخواتي وبناتي وكل متابعيني، وأهلا وسهلا بالأول مرة يشوف القناة وهيشترك فيها بإذن الله. ما تنسونيش في اللايك والشير والدعوة الحلوة لو عجبكم الفيديو إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض قطايف، هنعملها محشية بالمكسرات، تعجبكم إن شاء الله. طبعا السر بقى، هنقول بقى إيه سر اللي بيخليها مقرمشة وطعمها حلو وجميلة، مش شاربة زيت. اول حاجة هنبتدي عشان نعمل قطايف ان انا هعمل الشربات بتاعها، عشان الشربات بتاعها لازم يكون تقيل وبارد، عشان انا هطلع من الزيت بعد كده، هنشوف بعد كده طبعا اطلع من الزيت واحط على طول. المهم ان يكون الشربات تقيل وبارد. فانا هحتاج كوبايتين سكر وعليهم كوباية مية وعليهم عصرة ليمونة وطبعا هحط الشربات على النار لغاية لما ياخد يغلي، واسيبه يغلي 5 دقايق وبعدين اطفي عليه واسيبه يبرد. عايزة اقول كمان في ناس بتشتكي ان الشربات بتاع الحلويات الشرقية بيسكر منها بعد كده، عشان ما يسكرش منك زي ما انتوا شفتوني انا حطيت السكر وبعدين المية والليمون، ما قلبتش فيهم، ما حطيتش فيهم معلقة. برضو نفس الحكاية، انتوا اعملوا كده. التقليب في الشربات هو ده اللي بيخلي الشربات بتاعكم يسكر، فعايزاه يطلع مظبوط ما تحطيش فيه معلقة اصلا، عشان في ناس تقولك كل ما اقلب لا هيبقى مظبوط ومش هيسكر مني. لا، كل ما تقلبي بقى هيسكر منك، فحطيه وسيبيه مع نفسه، هو السكر بيدوب لوحده خالص كده من الغليان. وكمان استعملي سكر ناعم مش سكر خشن ولا سكر بودر، يعني السكر الناعم الحبيبات الناعمة ده جودته كويسة يعني. ماشي، احط بقى الشربات على النار، نعمل بقى القطايف مع بعض. طبعا شايفين القطايف اهي، انا بحتفظ بيها بالبلاستيك بتاعها ده لغاية ما اعملها، وبحاول كمان ان انا مفتحش فتحة كبيرة عشان تفضل طازة. عايزة اقول نصيحة كمان عشان خاطر، وطبعا معايا المكسرات المتاحة عندك بقى، انا استعمل زبيب وجوز هند، انت ممكن بقى المكسرات اللي متاحة عندك حطيها. في ناس بتحط كمان سكر عليهم سنترافيش، عادي مش مشكلة، انا بكتفي بالسكر العسل بتاعها الشربات بتاعها كفاية قوي، والمكسرات او جوز الهند من جوه بيكسر لي السكرة بتاعت الشربات، فدي بتعجبني قوي فبكتفي بيها. بنقفل القطايف كويس، ندوس عليها كده اهي، عشان انا محتفظة جوه البلاستيك بتاعها قافلة عليها كويس، فشايفين قفلت بسرعة ازاي، مفيش تعب في القفل. النصيحة اللي انا عايزة اقولها اللي انت تحتفظ بيها في القفل على طول، وكمان لو عايزة يبقى كنافة او قطايف، يعني حد جابهالك جوزك جابهالك ومش عايزة تعمليها دلوقتي، تعملي ايه، تحتفظ بيها ازاي، تقومي حاشيها وشايلها في الفريزر الوقت ما تحبي تعمليها، تبقي تعمليها تمام، يعني لازم تتشال وهي محشية، هتشيليها وهي نية مش هتستعمليها كقطايف محشية خالص، لانها مش هتلزق في بعض كده، مش هتقفل تمام. حاول بقى ما نزودش المكسرات قوي عشان القطايف ما تتقطعش مننا، على قد كده. هو الفيديو مش مجرد ان انا بعمل قطايف بالمكسرات وخلاص على كده، كلنا بنعمل قطايف بالمكسرات، بس اللي جواها بقى شوية النصايح للمبتدئات اللي هم سنة اولى مطبخ زي ما بيقولوا، لسه متجوزين، لسه بيتعلموا، بيحضروا نفسهم ان هم يعملوا اكلات وحاجات جميلة، ان هما يبقوا عارفين الشربات يتعمل ازاي، القطايف لو هتشيليها هتشيليها ازاي عشان ما تبص منك.
اهي، كل الكمية بقى بنفس الطريقة كده، زي ما انتوا شايفين اهي، ما بتفكش. اللي انا عملته قدامكم اهو ما فكش. ودلوقتي معانا القطايف، هنقليها مع بعض وهنشوف مع بعض كمان ايه هو سر قرمشتها او ذوبانها في البق، او لو طلعت معضمة منك بتبقى معضمة ليه. طبعا الشربات بتاعها بارد زي ما اتفقنا. دلوقتي هقليها معاكم. والزيت طبعا يكون سخن جدا زي ما احنا شايفين. وطبعا اللي بيطلع كله بحطه على الشربات البارد على طول، من الطاسة على الشربات على طول. انا لازم اسيبها في الشربات كده قد 10 دقايق كده عشان تشرب الشربات كويس، وبعد كده اطلعها واقدمها. وده شكلها بعد ما طلعته من الشربات. طبعا حابه ان انت تحطي عليها جوز هند من فوق، براحتك بقى حطي المكسرات اللي انت عايزاه، بس الجوز الهند ده عشان انا مدخلاه جوه الحشوه فانا هحطه. وطبعا زي انتوا عايزين تعرفوا ايه هو سر ذوبانها في البق او قرمشتها، السر ده بقى في العجين نفسه. انت كل ما عليكي ان انت تحشيها وتقفليها كويس وتقليها في زيت سخن ولغايه ما تتقلي كويس، تتحمر كويس كده وتكون تخبط في المعلقه وانت بتشيليها. وطبعا الشربات يبقى تقيل وبارد، تطلعي من الطاسة على الشربات على طول وتسيبي 10 دقايق. هو ده كل اللي عليك اللي انت تعمليه. لكن سر القرمشة، ذوبان في البق، تكون معضمة مش حلوة، كل ده بيتوقف على عجينة القطايف نفسها. هما خادمينها ازاي، حاطين في مكوناتها ايه. في مكونات بتخليها تدوب في البق، في مكونات بتخليها قرمشة، في مكونات بتخليها معضمة. بتهيألي كده وصلت المعلومة. بتمنى الفيديو ينول اعجابكم، وما تنسنيش في اللايك والشير لو عجبكم الفيديو ان شاء الله، والدعوة الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.